اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في النهارده الجزء الاخير من هذه الحلقه. لا الجزء قبل الاخير، الجزء الاخير مهم جدا انا عارف لحضراتكم، الجزء قبل الاخير النهارده في ملعب الاهلي. نجم كبير كابتن محمد حشيش، ازيك كابتن؟ ازيك يا استاذ، شرف ومنور ودايما شياكه كده. ربنا يخليك. اه والله ازيك، بتعلم منك. ده انا اللي بتعلم، ما تقولش كده. ايضا النجم الكبير عايزين اثنين ليمون. ايوه بالظبط كده، هات لنا اثنين ليمون لو سمحت. كابتن احمد يلا سمير، شياكه برضه، شياكه يعني. ربنا يخليك. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. ممكن يرجع يلعب تاني برضه؟ طبعا. فته اهو، بص يعني مظبط نفسه. 100 100 طبعا حبيبي. الكوره هنا رؤوس الحربه رجعت، اللي احنا صحيح. الكلام ده كان من شهرين ثلاثه. صح كده، هو راس حربه ملعب الاهلي. طبعا الله يخليك يا سلام، ربنا يكرمك. ايضا النجم الكبير كابتن استاذ بقى كريم سعيد زكري. ايه كابتن اسلام، مساء الخير. وطبعا سعيد جدا جدا، انا بيشرفني طبعا اكون متواجد مع كابتن محمد حشيش، كابتن احمد بلال، ومعاك طبعا كابتن حي، وطبعا على قناه الاهلي. ومساء الخير لجميع جمهور النادي الاهلي. اخبارك يا كريم؟ الحمد لله كابتن، كله تمام. نحمد ربنا. الدنيا تمام؟ اه الدنيا تمام جدا. النهارده يوم كان يوم حلو الحقيقه، لانه انا متخيل ان القرعه النهارده ابدا بكابتن حشيش. ما اعرفش ليه الناس متشائمه من القرعه كابتن حشيش، يعني انا وهتكلم معاك على الناحيتين او مع حضراتكم على الناحيتين، على التشاؤم من القرعه والتفاؤل بما حدث مع نادي الزمالك او في مباراه الزمالك والمقاولين. تمام، خليني ابدا بالقرعه الاول لان هي دي الاهم دلوقتي. القرعه النهارده وقعتنا في طريق صعب، ما حدش يقول غير كده. صحيح، لعب سان داونز، ومن المفترض ان انت هتلعب الكسبان من، لو ربنا كرمك وكسبت، هتلعب الكسبان من الوداد وحوريه كوناك الغيني، ثم في النهائي من المتوقع ان انت هتقابل فريق الترجي. ايه راي حضرتك في الناس اللي متشائمه من هذا، من قرعه النهارده او من طريق النادي الاهلي؟ المفروض الناس ما تتشائمش، لان انت داخل على مرحله دلوقتي، انت عديت المجموعات وكنت المركز الاول، اول المجموعه بتاعتك. المفروض ان انت في دور الثمانيه خلاص، دول افضل ثمان فرق. النادي الاهلي عشان ياخد البطوله ما يبصش بقى اصل انا هلاعب الاول مثلا فرقه خفيفه وبعد كده قبل كذا كذا. اللي بيبص على البطوله اسلام لازم، ايوه، ما يفرقش معاه اي فرقه. صحيح سان داونز من 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 اقوى الفرق في افريقيا حاليا، واخده البطوله قبل كده وليها نتائج كبيره، و و و عندهم لعيبه كويسه وادائهم عالي ونتائجهم كويسه خلال البطوله والمجموعات، دوري المجموعات. انما انت النادي الاهلي خلاص، انت دلوقتي كمان الحمد لله بقيت استعدت كل اللعيبه بتاعتك، المصابين رجعوا، الاداء بتاعك اتحسن، اي نقص في الفرقه دلوقتي ما بتحسش بيه، وده اللي كان مطلوب. عندك دكه قويه وكبيره، عندك خبراتك، عندك اسمك، عندك. المفروض ان سان داونز هو اللي خاف منك، مش انت اللي تخاف منه. انا متفائل ان شاء الله باذن الله. هي مش مساله خوف، هي مساله في فارق ما بين الخوف، وزي ما حضرتك عارف طبعا الكلام ده، ان في فارق ما بين الخوف وما بين ان انت شايف ان انت الطريق بتاعك صعب. تمام، انت كنت لو رحت الطريق الثاني كان هيبقى اسهل، ولكن تمام ربنا حطك في الطريق ده، هو ده الفارق. الناس شايفه ان لا الطريق ده صعب قوي، الطريق الثاني كان اسهل شويه. انت بتتكلم طبعا على يعني سان داونز، لو ربنا سهل وان شاء الله باذن الله اجتازته، هتقابل برضو غالبا هيبقى الترجي. فانت بتقابل لو كسبت سان داونز تقابل الكسبان من الوداد المغربي، من الوداد وحريه هي برضه يعني نفس القصه. نعم، اللي انا عايز اقوله وبكرره ان انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي البدايه لازم تبقى جامده، واحيانا بتبقى في صالحك انك بتقابل فرقه قويه في البدايه، انك بتعمل استعدادك كويس قوي، ما بتريحش، ما بتقولش الفرقه دي مثلا كذا، لو كنت هقابل مثلا سيمبا ولا هقابل فرق مثلا حوريه كوناكري اللي انا قابلته قبل كده، لا ده انا بقابل فرقه محترمه. انت قابلته بقى في التفا، مش هينفع تقابله تاني. انا بقابل، انت بتتكلم على حوريه او الوداد او انا اسف حوريه او شباب قسنطين. يعني انت هتعمل استعدادك كويس قوي، احيانا لما بتقابل فرقه قويه بتعمل استعدادك، بيبقى تركيزك اعلى، وده طبعا المطلوب. واعتقد ان شاء الله باذن الله ان يعني السنه دي النادي الاهلي نوع البطوله باذن الله ان شاء الله. كابتن بلال، طريق صعب، وشهر ابريل هيبقى شهر صعب جدا للنادي الاهلي اكيد. لو انت مكان اللعيبه هتفكر ازاي خلال الفتره اللي جايه، لانها فتره صعبه، شهر صعب جدا. بص، الفتره صعبه اكيد، مدير فني عنده حسابات كتيرة جدا. ايوه كل ما بتاخد بالك انت عندك الحسابات اصبحت بالنسبة لك تحت ايديك،
فلما الامور بتبقى تحت ايديك بتبقى معقده شويه. النادي الاهلي النهارده الفارق ما بينه وما بين نادي الزمالك في الدوري العام اصبح نقطتين. فاوريدي خلاص الامور بتقترب، فكل ما بتقترب كل ما بتبقى في صعوبه كبيره على المدير الفني. لما تكون فارق 8 او 9 نقاط الامور بتبقى سهله شويه، انت بتبقى رايح في الطريق، ما عندكش الضغوطات النفسيه الكبيره جدا لا عليك كمدير فني ولا عليك كلعيبه. فبالتالي النهارده بعد التعادل اللي حصل النهارده الضغوطات بقت اكبر، الفرصه في انك تكسب المباراه اللي جايه عشان تتصدر الدوري العام هتخلي فيه ضغوط كتير جدا على المدير الفني، في ضغوط وفي رغبه. اي نعم في تعامل نفسي لازم يراعيه المدير الفني الفتره اللي جايه مستر لاسارتي مع اللعيبه. التحضير النفسي هيبقى كبير جدا. المباراه اللي جايه صعبه طبعا، مباراه افريقيا اللي احنا بنتكلم عليها، مباراه اللي هي مع سان داونز، فريق منظم فريق محترم عنده خبرات في البطولات الافريقيه. انت مشكلتك كلها لما بتلاقي فرقه عندها خبرات في البطولات الافريقيه. الفرق الثانيه العاديه يعني احنا المباراه اللي فاتت لو تفتكر انا في الاستوديو قلت لك مباراه شبيبه السارة كانت مباراه سهله لو تفتكر، وهم قالوا لا المباراه تبقى صعبه. قلت لك لا، الخبرات مختلفه تماما. النادي الاهلي يعني الفروقات الفنيه لو بنعمل مقارنات هتبقى مختلفه تماما، وقد كان النادي الاهلي كان ممكن يكسب المباراه دي 5 اكتر مستريح. المباراه كانت سهله بالنسبه لك. المشكله كلها لما بتلاقي فرقه عندها خبرات في افريقيا. سان داون فريق عنده خبرات، بيعرف يوصل للنهايات كويس، بيعرف يكسب. هي دي المشكله اللي هتقابل النادي الاهلي، انك انت مش هتلاعب فريق يعني انا لو بتلعب شوق قسطنطين او بتلعب حريه هناك الامور بالنسبه لي هتبقى سهله. المباريات اللي زي دي مباراه النوك اوت الفرق خد بالك الضعيفه بتبقى نازله مقتوله نفسيا، خايفه نفسيا. بتلعب النادي الاهلي فريق كبير محضر بشكل كبير، نص المكسب بتاعك من القلق النفسي اللي بيبقى على الفريق اللي قدامك، ونص برضو المكسب بتاعك من الطموح اللي انت تركيز بتلعب عليه. ده كان كلامك مظبوط في ملعب بالظبط المباراه اللي اتكلمنا عليها قبل شبيبه الثوره بالظبط، يعني ليله مباراه شبيبه الثوره قلنا الفروقات بتختلف. كمان تعامل اللعيبه داخل لعيبه النادي الاهلي عندهم في لعيبه كتيره جدا عندها خبرات البطولات الافريقيه، فبالتالي ده مكسب كبير للنادي الاهلي في المباراه اللي جايه. المباراه اللي جايه مباراه سرعه، فرقه جنوب افريقيا برضو فرقه عندها تكتيك مش عشوائيه زي مثلا زي الفرقه بتاعت غرب افريقيا. انا ممكن اقول لك نلعب مازيمبي ونكسبه مستريح جدا. فرقه عندها سرعه وعندها قوه وعندها مهاره، لكن العامل التكتيكي عندهم بيبقى قليل شويه. العشوائيه في الاداء الدفاعي بيبقى عالي شويه شويتين ثلاثه، لكن فرقه زي سان داونز منظمين بشكل كويس، عندهم هجوم بشكل كويس جدا، ولكن هنا عامل الخبرات استمه ولا يفرق. الخبرات اللي موجوده داخل الملعب ما بين اللعيبه الافريقيه والخبرات اللي داخل الملعب ما بين لعيبه النادي الاهلي ولعيبه سان داونز هتبقى مختلفه، وانا برجح ان هي تبقى في صالح النادي الاهلي. احنا بس نخرج من حته ان احنا بنلعب بره ملعبنا. أيوة. المباراه الاولانيه. أيوة. عشان عندنا ملعب تاني. لا المباراه 180 دقيقه. لا بالمناسبه بقى، وده انا كنت هسأله الكريم. لكن كمل لو عايز تقول. عايز اقول بس ان احنا مش لازم ناخد المباراه على مباراتين، مش لازم ناخد، لا هي مباراه واحده. مباراه واحده هي بدايه اللقاء بتلعب على مكسب. لو لعبت انك ان المباراه الاولى ممكن تعوض لو اتغلبت 1-0 او انك انت تتعادل الامور ما بقتش تتقاس بالشكل ده. مزبوط. الضغوطات اصبحت على الفريق اللي بيلعب العوده عنده مش لصالحه. يعني خليني اقول لك لو انت مغلوب الضغوط عليك هتبقى اكتر لان انت فريق بتهاجم. الفرقه اللي بتهاجم لما يجي يلعب على ملعبه وهو خسران خطوطه بتبقى مفتوحه، الجيم بيبقى مفتوح، بيبقى معرض بالظبط، بيبقى نفسيا الامور صعبه شويه، بيبقى معرض ان يدخل فيه اهداف. عايز اقول لك ان احنا لازم ناخد الجيم من اوله من هناك، هي دي نقطة الانطلاق. كأننا بنلعب الماتشين في أرض محايدة مش بتلعب في استاد القاهرة المباراة العودة اللي عندك. صحيح. يعني ده اللي عايز أقوله عشان مباراة تمام. كريم برضو خليني أخد من كلام كابتن بلال وأسألك عن إن المباراتين سواء إن شاء الله يعني لو وصلنا لدور الأربعة هتبقى مباراة الإياب هنا في مصر. نعم. والنهاردة أو يعني في هذا الدور دور الثمانية هتبقى مباريات الإياب هنا برضو في القاهرة. هل ده هيفرق مع لعيبة النادي الأهلي أو بيفرق نفسيا مع اللاعبين؟ بلال شايف إن لا، أنا من رأيي إن أنا أخلص المباراة دايما من المباراة. لا أنا أتفق تماما مع كابتن بلال إن هو قال نقطتين مهمين جدا وعايزين يعني إيه يعني نفسرهم بشكل أكبر. حتة طبعا إن إحنا النادي الأهلي ما ينفعش يفكر في المباراة إن أنا بلعب ماتش الأول الاول ولا الهوم الاول. وخلينا ندي مثال بسيط قوي، احنا في اخر نسختين لدوري الابطال جربنا الطريق الصعب والطريق السهل. البطوله قبل اللي فاتت دور الثمانيه بتلعب الترجي، كنت انت الوصيف، لعبت الترجي متصدر ولعبت الترجي اتعادلت هنا في مصر 2-2 ورايح تونس يعني جبت كابتن حسام بدري مدير فني وكسبت 2-1 ب طبعا علي معلول واجيه لما عمل مباراه فوق الممتاز. ده كان طريق صعب، خلصت من دور الثمانيه دخلت في النجم الساحلي في السيمي فاينل، اتغلبت في الذهاب 1-0 كده كسبت نتيجه كبيره جدا 6. ما كانش حد متوقع اصلا النادي الاهلي يكسب النجم الساحلي 6، وبعد كده طلعت الفاينل وربنا سبحانه وتعالى
يعني لم يوفق في ماتش الوداد، رغم ان الوداد كان اقل فنيا بكتير من الترجي ومن النجم الساحلي. ففي بعض الامور يعني في بعض التفاصيل، عشان كده تمام مع كابتن بلال في اللي قاله، ما ينفعش ان الاهلي افكر في مباراه قوي وهو مهدي مسار بسيط قوي. في الليبرتادوريس اللي شفنا الفاينل السنه اللي فاتت بين الريفر والبوكا، ما فيش موضوع الهدف بهدفين، لا انت بتلعب الماتش نتيجه واحده، والاتحاد الاوروبي الويفا متجه يفكر لكده، متجه لان هو يلغي موضوع الهدف بهدفين، خلاص ممكن السيناريو ده كان مفيد زمان، الكره دلوقتي اتغيرت، فمش فارقه انت بتلعب على ارضك او بره ارضك، وبالتالي ده لازم يبقى مفهوم ان احنا ما زلنا بنؤكد ان احنا لسه عندنا بعض الامور في ماتشات الاوي محتاجين نشتغل عليها نفسيا. احنا واضح يا كابتن اسلام من ساعه يعني بعد الجماهير، لعيبه ما بتلعبش تحت ضغط جماهيري غير مره او مرتين او ثلاث مرات، كابتن حشيش في الموسم الواحد مش زي الاول، عامله نفسيا، ودي حسبه لعيب الكوره ممكن طبعًا. الكابتن بيبقى اتكلمنا عنها، اللعيب ما بيلعب دايما تحت ضغط، تروح المحله تلعب تحت ضغط جمهور، بتروح اسماعيليه واسكندريه، فدي بتخليك دايما جاهز. لما احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنلعب ماتشات الدوري 5000 2000 متفرج 3000 متفرج، يوم ما بنلعب 10 او 15 هو ده يعني اعلى عدد بنلعب تحت، نروح بقى تونس نلعب تحت 50، نروح المغرب نلعب تحت 60، فساعات حتى ماتش الوداد بنتاثر بالضغط الجماهير. فبالتالي انا بشوف لا مش محتاجين خالص. بص بتفق تماما تاني مع كابتن بلال في حته ان احنا صن داونز في ميزه، انت هتلعب كوره مفيش اي امور ثانيه، لا السفريه كويسه هي طبعا طويله تقول لك طبعا طبعا يعني، لكن طبعًا. بس الاجواء اللي هناك انا اقصد حتى كمان السفريه مريحه، ليست سفريه صعبه يعني. والملعب يا كابتن هنلعب على واحد من افضل بالظبط افضل الملاعب في افريقيا، ما عندناش مشكله ما عندناش كمين الملاعب يعني يمكن احنا صن داونز لو احنا لعبناه في برج العرب بالارض ده شايفينه دلوقتي احنا هنعمل له كمين اكتر ما هو يعمل لنا كمين على الملعب بتاعه، ولكن احنا كده هنلعب مع فرقه بتلعب كوره حلوه، فرقه عندها خبره كبيره زي ما كابتن احمد قال، فرقه يا كابتن ميزه وعيب، هم عندهم نسبة اللعيبة اللي فوق ال 27 سنة كبير جدا، سواء من حراسة المرمى لغاية الهجوم كل خط خبرة كبيرة يعني كل خط عندهم خبرة، لكن برضه كبر السن يخليك انت السرعة عندك، انت لما بتزود الخبرة والسن بيكبر اللياقة البدنية بتقل، السرعة بتقل، وعشان كده هنهدي رقم بسيط جدا في صن داونز مهم جدا في الدوري، الفريق لعب 23 مباراة دخل فيه 18 هدف، فبتلاعب بنقترب من 0.9 يعني بنقترب من هدف في مباراة، وضيف على كده ان الفريق اهدافه احرز 30 هدف 35% من اهدافه احرزها في اول 25 دقيقة، ده معناه ايه؟ ان صن داونز بيطلع كل الباور بتاعه في بداية المباراة، وبالتالي ده بسبب يعني كبر السن بتاع اللعيبة، اللياقة بتقل في الدقايق الأخيرة. وبيعرف يكسب على أرضه كمان بالمناسبة يعني برضو كل المباريات اللي على أرضه مكسب، غالبية المباريات اللي لعبها على أرضه أنا وجهة نظري إن المباريات دول الثمانية والأربعة والنوك أوت بيختلف يعني عن مباريات أنا عايز أكمل حتة بس برضو تأكيد للكلام إن برضو أنت بتلعب في دور ربع النهائي يعني التحكيم بيتبص له بصوره افضل شويه مزبوط. بيبقى السبوت على المباريات اكبر من الادوار ال 32 وال 16 والدوري المجموعات، فدي برده تريحك يعني عشان برده مفيش حاجه اسمها هنا وهناك. الحاجه الوحيده اللي هاكد عليها هي عامل الجمهور، هنا هو العنصر اللي يمكن هنا في افضليه انك تلعب على ملعبك فيه مباراه العوده. بالنسبه لنا هو الاساس بالنسبه لنا لو تحسبها كده يا كابتن، احنا خد بالك الفاينل هتلعب الذهاب هنا الناحيه دي تمام يا بر، فانت لازم ان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله فانا قصدي لازم تتعود ان هو جيم واحد، لازم لو اشتغلتها على يعني جيمين خد بالك هيبقى الافضليه للي بيلعب على عنده، انا لو كسبت 1-0 هاجي هنا اقفل وخلاص هلعبها جيم مقفول، وخد بالك انت كل ما بترتقي في الادوار كل ما الفرق اللي بتلعبها عندها تاكتيك الفرق الفكر بتاعها مختلف، المدربين عندهم افكار مختلفه كمان بيزيد خلاص بقى بتقرب اكيد وضع طبيعي بتقرب. فانت هتبقى مضغوط وانت بتلعب من الناحيه دي، لكن لو رحت تلعب هناك على انك لازم تكسب اقصى حاجه يعني اللي دايما بيلعب على مكسب ممكن يوصل للتعادل يا اسلام بالظبط ويبقى برضه بالنسبه لك مكسب، لكن انت لو رحت على انك تلعب ماتش هناك وتتعادل وتخرج بنقطه وتيجي القاهره تتعوض الامور هتبقى صعبه جدا، هتبقى حتى لو تعادلت هناك سلبا الامور ممكن تبقى صعبه جدا. صحيح. طيب برضه بما اننا بنتكلم عن هذا الموضوع، لان انا النهارده بتكلم في تفاؤل وتشاؤم، انا لقيت تشاؤم كبير جدا من مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه وتفاؤل كبير جدا بعد تعادل نادي الزمالك النهارده في مباراته المؤجله في الاسبوع ال 25 مع المقاولين العرب بهدفين لكل فريق، ده تفاؤل فجأة والله ما حدش قال لك الكلام ده طبعا، لا باين والناس اتصلت صح طبعا طبعا، بس طبعا ده انا شايف ان ده حاجه مبالغ فيها جدا، انت لسه قدامك لسه مشوار في نقط هتروح ونقط هتيجي ولسه الدوري فاضل له كتير، انت لسه هتقابل المنافس
مرتين، لسه هتقابل هو لسه هيقابل بيراميدز. كل المباريات صعبه، كل المباريات صعبه. اسماعيلي فرق يعني 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 لسه مباريات كثيره، لسه يعني انت بتبقى مبسوط ان المنافس طبعا بتاعك فقد نقاط، انت بتقرب لان برضو 4-2. فان شاء الله باذن الله ربنا يسهل الماتش اللي جاي. انت النادي الاهلي عايز ياخد بطوله الدوري لازم يكسب المنافس. هو انا حاجه برضو يعني بنتكلم على المباراه نفسها، بنتكلم عن الحاله العامه يا كابتن. ان انا بقول لك فوجئت، ما اعرفش انتوا زيي ولا ولا انا بتكلم. لا 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 ده اللي حصل. يعني انا شفت انبساط يعني طبيعي، يعني طبيعي. بس ما يعني ما يروحش بقى خلاص احنا خدنا الدوري واحنا كذا واحنا كذا، دي اللي هي الاوفر شويه. انما من حقهم طبعا يفرحوا لان برضو المنافس بالظبط. عايز اقول لك يا كابتن ان انا عايز اوصل لاكتر من كده يا جماعه. وبرضو لو حضراتكم ممكن نتناقش جميعا في هذا الموضوع، ان احنا حتى لو ان شاء الله ربنا كرمنا وكسبنا نادي الزمالك في مباراه يوم 30 مارس لسه برضو انت برضو يا جماعه ما انت عندك لسه مع بعد كده مع الزمالك تاني ومع بيراميدز ومع سموحه ومع الاتحاد ومع كتير جدا المصري مع الفرق ومع المصري ومع الفرق والمصري دلوقتي 41 نقطه. ده انا عايز اكد لك حاجه ثانيه برضو، ما فيش حاجه اسمها انا اصلا فاضل لي لسه فرق جامده. لا حتى ولو فرق قليله، لان دلوقتي المرحله اللي احنا فيها الفرق اللي تحت ممكن تبقى اصعب من اللي مثلا اللي هي في النص او اللي هي في المربع الذهبي، بتبقى يعني عندها الحافز اقوى انها ما تنزلش. فممكن المباريات دي اصعب من مباريات الفرق الكبيره اللي انت متخوف منها. بالظبط. ماتشات الدور الثاني بشكل عام، انا عايز اسالك برضه في النقطه دي يا بلال، ماتشات الدور الثاني بشكل عام يا اسلام بتبقى مختلفه عن الدور الاول بشكل كبير. الفرق في الدور الاول ممكن تفرط في نقط بسهوله جدا، الدور الثاني بيبقى صعب، التفريط بيبقى صعب جدا. النهارده بتفرج على فرقه المقاولين العرب نازله عايز ياخد نقطه من المباراه، خلاص انا هاخدها تكتيكيا، هاخدها بالروح داخل الملعب، هاخدها باي حاجه، هنزل اخد نقطه من النادي الزمالك النهارده. هو بيلعب على كده، عنده تارجت. كذلك كل الفرق اللي موجوده في الدوري العام، سواء اذا كانت الفرق اللي بتلعب على الهبوط او اللي موجوده في نص الجدول، ممكن اللي موجود في نص الجدول تبقى الامور مريحه شويه بالنسبه له. لكن انت عندك النهارده بتلعب مع مجموعتين من الفرق، فرق اللي هي ابتداء من ال 18 يعني ولحد 13، ودول الفرق اللي ممكن ينزلوا او حتى كمان ال 12، فرق النقاط قليل جدا. فالفرقه دي هتلاقي صعوبه جدا في طريقه اللعب، هتلاقي روح عاليه جدا، شراسه، هتلاقي كمان انت في نهايه الموسم في حاجه مهمه كمان، ان اللعيبه عايزه تسوق لنفسها حتى لو فرقته هتنزل. فالنهارده هو بيقاتل لهدفين، الهدف الاول انا رقم واحد كلاعب هروح فين السنه الجايه؟ يعني انا السنه الجايه هفضل هستمر هلعب مع نفس الفرقه بفكر. فبالتالي بيبذل كل الطاقات اللي موجوده عنده عشان خاطر يقول للناس كلها ان انا لا انا موجود. صحيح. انا السنه اللي جايه ممكن اروح فرقه ثانيه. فدي نقطه مهمه جدا بالنسبه للعيبه، مش بس الفرقه، كمان الفرقه كمان مش عايزه تنزل. فبالتالي هتبقى الروح القتاليه عاليه جدا، انت بتلعب على بطوله وهو بيلعب على هبوط، الاثنين بالظبط ايكوال، مع اختلاف طبعا مع اختلاف طبعا الاهداف. يعني انت النادي الاهلي بيلعب على مثلا على بطوله فعايز يقاتل انه يكسب، وهو بيلعب انه هينزل يلعب درجه ثانيه فبيقاتل. فعنده يعني صح. اعتقد نفس الحاله يعني، فاهم قصدي؟ مع اختلاف طبعا الاهداف. فالنهارده المباراه هتبقى صعبه جدا. فحته ان انا كسبت الزمالك حلو يعني، ويتش از جود، يعني انت تكسب الزمالك وتبقى انت متصدر، خلاص انت بتدي له احباط غير عادي، بتصدر له كم احباط غير طبيعي. انت برضو عندك، ولكن انت عندك برضه مباراه صعبه، زي ما النهارده كان الفرق بيننا وبين الزمالك 8 نقاط وهو المتصدر، وانت النهارده عندك ماتشات بتلعبها ومنتظر انه ينزل في بعض الاوقات، وده حصل. كذلك هو برضه منتظر برضه النادي الاهلي الماتشات اللي جايه بيحسب، الاهلي عنده المصري وعنده الاسماعيلي وهيقابلنا وعنده امبي وعنده فرق كتير ممكن توقع الاهلي في بعض الاوقات. فالنهارده قصه ان انا خلاص قربت من الزمالك دي حلوه جدا، ولكن ان انا خدت الدوري لا، لسه بعيد، لسه بعيد جدا. فحته ان انا اتفائل ان احنا النهارده لا، يعني حلو احنا نتبسط ونتبسط لحظيا، حتى كمان يا اسلام انت عارف يعني احنا لما كنا بنكسب والفرق الخصم بيتعادل او بنتبسط في نفس التوقيت، لكن ثاني يوم بتشتغل بالظبط، تحس ان مسؤوليات كبيره جدا، خلاص ما خلاص انت جالك هديه، هتقبل ولا هترفض؟ هتقبل ولا بالظبط، يعني قبلت الهديه هتشتغل هتكسب، هترفض الهديه خلاص بعد كده هتتعصر. فالنادي الاهلي عشان كده بقول لك المدير الفني كل ما الخصم بيقرب له وبيخسر كل ما المسؤوليه بقت اكبر عليك، خد بالك، كل ما المسؤوليه زادت عليك. النهارده المسؤوليه على لسارتي ازيد بكتير، خلاص انت ما عندكش حل، بينك وبين الزمالك نقطتين، الكره في ملعبك، اشتغل. صحيح. مش بعيد عنك يعني، لما كان انا كابتن مساوي اربع نقط، ايه هي بقت في الملعب من ساعه ما بقينا اربع نقط يعني، يعني الزمالك وهي 8 وهي 8 يا كريم. نعم. كنا احنا بنقول ايه وهي 8 كنا بنقول ماتش الزمالك لا مش هيبقى في النادي الاهلي اصلا، هيبقى في النادي الاهلي. انا بقول لك في ملعبك انت. نعم. في ملعب النادي الاهلي. عشان كده بقول لك المسؤوليه بقت زياده كابتن النهارده لجمهور النادي الاهلي، ان انت تساويت مع نادي الزمالك في عدد المباريات، وصلت لنفس
مباريات نادي الزمالك وخلاص الفرق بقى 2 بونت بس. واقعنا يا كابتن حشيش ان حاليا في الوقت الحالي نادي الزمالك هو الاقرب للقب في الوقت الحالي، هو فرق نقطتين طبعا. هو ده الواقع في الوقت الحالي اللي انا عايز اوصله للناس. نعم. وده سؤالي ليك برضه. اتفضل. مباشره كده. نعم. والنادي الاهلي عمل حاجه لغايه دلوقتي في الدوري او في البطوله الافريقيه؟ لا خلاص، احنا لسه احنا قدنا في الهواء يعني. ما فيش اي شيء النهارده يقدر حد يحسم يقول النادي الاهلي الشكل المباراتين بتوع صن داونز ايه، هنروح نلاعب مين؟ التراب نفسه النهارده ممكن اعتقد مازيمبي فرحان جدا جدا بالقرعه بتاعته، اكتر فريق طبعا هيلاعب سيمبا. الترجي اعتقد برضه فرحان يعني انه هيلاعب فريق جزائري، هم لحد ما متفوقين نفسيا يعني، الانديه التونسيه بتتفوق نفسيا على انديه الجزائر، لكن محدش يضمن المباريات هتبقى عامله ازاي. في الدوري حاليا الواقع بيقول نادي الزمالك هو الاقل فقدانا للنقط، بالتالي هو الاول عنده نقطتين، لكن زي بالظبط ما كان ده قال الموضوع في ايد النادي الاهلي اكتر حتى من الاربع نقط، لان في ماتشين مواجهتين مباشرتين بين الاول والثاني. فرحه الجمهور جايه مننا يا كابتن اسامه، واقعيين ان دايما الكامباك اللي بيعمله النادي الاهلي في التسعينات مترسخ في عند الجمهور. موسم 95 96 كنت فارق بست نقط. بس الكامباك ده دايما نعم. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الجمهور. نعم. على مسانده الجمهور. صحيح. على صحيح. اللعيبه عايزه تعمل صحيح. كل حاجه عشان صحيح الجمهور. صحيح صحيح. دلوقتي الجمهور ما بقاش زي الاول في المدرجات. صحيح يعني في المدرجات. صحيح. لكن برضه مهم جدا ان الناس تعرف ان احنا كلنا كنا لعيبه وعارفين. نعم. الامور بتبقى صعبه جدا، خلي بالك مش الموضوع مش سهل، وزي ما بلال شرحها يعني كانه بيلعب. نعم بالظبط. انت فاهم اللي هو ايه؟ نعم. انا كلاعب وبلاعب فريق هينزل انا. نعم. همسك بقى انا كلاعب بقى لما اجي العب فريق وانا بلعب في فريق هينزل هعمل ايه؟ هحاول ان انا عايز امشي. نعم. فريق وعايز فهعمل كل حاجه قدام اهلي وزمالك. صح. اكيد اكيد صحيح. عشان بس احنا مش عايزين نغفل برضو ان النادي الاهلي عامل برضو شغل جامد قوي، ان هو المؤجلات اللي كانت الكتيره اللي كانت موجوده والمنافس متقدم بفرق كبير من النقاط، وان انت ترجع وتكسب مبارياتك من غير السند الاساسي اللي هو الجمهور. لما يجي لك 1000 واحد ولا 1500 واحد ده مش جمهور النادي الاهلي. نعم. فالنادي الاهلي لما المنافس يعديك بمباريات كتيره ونقاط كتيره، وانت دايما كل مباراه بتلعب بالك قد ايه تحت ضغط يا اسلام، فبرضه ان توصل للمرحله دي في اللي هي بقى الامطار طبعا. الاخيره طبعا. فده برضه انجاز عمله النادي الاهلي في ظل طبعا ال 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 معرفش انا وجهه الاسباب الكتيره طبعا. انا وجهه حضرتك عايز تقول حاجه لسه؟ لا في ظل الاسباب الكتيره اللي كلنا عارفينها برضه، الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي من خلال الاصابات وكلام من ده. انت بتبقى قاعد، احنا في بعض الماتشات لو نفتكر مطالب انك لازم تكسب، لان اي فقد لنقاط تاني الجاب بيبقى أكبر. اكبر، ومع ذلك انت بتكسب. ساعات الدكه بتبقى ناقصه، ما عندكش حد تغيره بره. يعني برؤوس حربه لعبت بوليد سليمان بالظبط كده. صحيح صحيح. يعني وليد سليمان محمد شريف، انا افتكر مباراه سموحه اعتقد. نعم. لعبنا محمد شريف حربه يا كريم. يعني نعم. فاهم ازاي؟ فانت كان عندك برضو ظروف صعبه جدا انك تتغلب عليها، والحمد لله، وتمشي برضو في بالتوازي. بص يا كابتن حشيش معلش، انا شايفها كريم ان هي مش انجاز. احنا ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. اكيد الطبيعي ان النادي الاهلي يحاول دايما ان هو مش انجاز بس جهد. بس هو برافو عليك حضرتك. أيوة. انتهى من على لسانك. أيوة ان ده مش انجاز ولكنه جهد بيشكروا عليه جدا. صح. جدا جدا اللي عليه. اكيد طبعا. وجهاز فني. احنا متفقين كلنا ان احنا لا ما عملناش حاجه لغايه دلوقتي يا جماعه، ولا عملنا حاجه في الدوري، ولا عملنا حاجه في الكاس، ولا عملنا حاجه في البطوله الافريقيه. فهي بس زي ما قلت لك يا كابتن اسلام، هي فكره الجمهور ان اخر في 3 بطولات مميزين النادي الاهلي كان متاخر بعدد من فرق نقاط معين، خصوصا من الدور الاول زي ما كانت النادي الاهلي الدور الاول والدور الثاني بيبقى الفرق في 95 انت فارق 6 نقط طبعا. دوري الكابتن رضا عبد العال لما جاب الهدف الشهيد جمهوريه شبين، الموسم اللي وراه النادي الزمالك بعد ما كسب اعتقد اتحاد عثمان في نهايه الدور الاول فارق 13 بونت. صح. 96 97 النادي الاهلي في الدور الثاني قدر يعوض 13 بونت وكسب. حتى بعد كده الموسم بتاع طبعا عوده مستر مانويل في المره الثانيه الثالثه سنه 2010 2011 لما كان كابتن حسام حسن ماسك نادي الزمالك، وكان نادي الزمالك ساعتها في اوج يعني مستواه الفني. مستر مانو بتصريح معين لما عمل احلام اعتقد 2010 2011 لما مستر مانو اول ما جه ركز في تصريحه على شيكابالا وقال يا جماعه عشان توقفوا نادي الزمالك امسكوا شيكابالا. من ساعه التصريح ده نادي الزمالك نفسيا ما لعبناش بعض، بدا الدروب بتاعه يبدا. فبالتالي الجمهور انا اتفهم ان الجمهور فاهم ان الضغط النفسي دلوقتي الى حد ما بقى على نادي الزمالك اكتر، لان بدا نادي الزمالك يفقد نقاط. ولكن نسين كمان عامل نعم. مهم جدا برضو مر بيه النادي الاهلي هو تغيير الاجهزه. طبعا بالظبط بالظبط. ودي برضو بتحتاج في اي وقت، حتى وان كان فريق كبير قوي بيحتاج
تأقلم مع الأجهزة الفنية اللي بتيجي. فالنادي الأهلي غير صحيح يعني مرتين برضو في الموسم ده، فدي برضو حاجة تحسب للجهاز الفني، وانه بيخوض افريقيا وهو لسه ما عرفش. بس الفينشنج اهم طبعا كابتن حشيش من الشغل، يعني الشغل احنا بنحاسب على النتيجه، يعني لازم الجهاز الفني يفضل لسه، ما زال الجهاز الفني عنده شغل كتير في التعامل مع ماتشات خارجيه. الجهاز الفني دلوقتي لسه هنجربه كمان في ماتش القمه، احنا لسه اول مره نجرب. هو 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 الفكره التارجت اللي بتشتغل عليه. يعني انا النهارده انت الانجاز ممكن نقول انجاز لفرقه زي المقاولين العرب النهارده مثلا، دول عملوا انجاز طبعا صحيح. طبعا كابتن فرقه مثلا زي المقصه بتشتغل ما لهاش تارجت الدوري العام، فنقول دي عملت انجاز. لكن انا بلعب، انا عندي تارجت مال هو بطوله الدوري، هو انا بلعب على البطوله، فكون ان انا اجي من بعيد حلو، اللعيبه ادت اللي عليها، المدير الفني اشتغل، وزي ما كابتن حسين شرحها بالظبط، نقول اشتغلوا بشكل كويس، ليس انجاز ولكنه جهد واجتهاد. بس الاجتهاد والانجاز بينبني على التارجت اللي انت بتشتغل عليه. يعني انا النهارده مثلا انا كنادي الاهلي عايز اخد بطوله، يعني انا هقع يبقى مش هاخد بطوله صحيح. تمام، انا التارجت بتاعي اخد بطوله، فلازم اكسب كل الماتشات. نعم، وانا بكسب كل الماتشات بنتظر ان الخصم بتاعي يقع هو كمان صحيح. زي ما حصل البطوله بتتكلم عليها 13 بونت، انت بتكسب بس المنافس بيقع صحيح. صحيح. هو اللي كسبك ان هو وقع، ان هو وقع صح. فانت لازم تحافظ على الليفل بتاعك ان انا بكسب بس صحيح. عندي تارجت ان انا هاخد بطوله الدوري العام، فبالتالي لازم العب على الحته دي ان انا بكسب كل الماتشات اللي قدامي، سواء كانت ماتشات صغيره او كبيره مع فرقه صغيره بتقع او فرق كبيره بتنافس معايا. الاهلي في افريقيا كمان احنا عدينا الحمد لله وخدنا اول هدف ان انت يعني اول المجموعه بتاعتك، هو ده الهدف اللي انت بتشتغل عليه. فانت اول هدف خدته ان انت طلعت اول المجموعه عشان تلاعب تاني المجموعه، وهي دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده لما بنقول ان القرعه في بعض الاوقات بتبقى ظلمه، ده وضع طبيعي. انا نفسي الاقي فرقه صغيره اكيد طبعا، عشان يبقى طبعًا المباراه بالنسبه لي سهله، عشان اللي بعدها لما تتصعب عليا يا كابتن يبقى انا جاهز. صح. ما انا النهارده لما النهارده احنا وانت بتبص على قرعه الدوري العام مثلا، لما تلاقي مثلا الام بي والاسماعيلي وبتروجيت والمصري ورا بعض، فانت بتقول الماتشات كلها فيها شغل تكتيكي عالي وفيها مجهود كبير جدا. صح. فانت عايز تريح المباراه سهله، ده وضع طبيعي. واي لعيب بيفكر كده، يعني انا النهارده كلاعب لما ابص على جدول الدوري يا كابتن واقول ان انا عندي اسماعيلي وام بي ومش عارف والفرق الكبيره دي، بقول طب احنا محتاجين فرقه صغيره نريح معاه شويه، ده وضع طبيعي. خد بالك انا عايز برضو اضيف حته برضو واكد على ان الجهد اللي عمله النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ده جهد مشكور لسبب طبعا. زي ما بلال بيقول، زي ما انتوا بتقولوا ان النادي الاهلي المركز الثاني او اي مركز غير البطوله كانه ما عملش حاجه، هو قدر يدوس برضو على احزانه خلال الفتره اللي فاتت في خساره بطوله افريقيا اللي فاتت والخروج من البطوله العربيه دي. تهد اي فريق يا بلال ان انت بتلعب مستمر، يعني انت خسران بطوله والبطوله العربيه خرجت منها وبتكمل في الدوري وبتكمل فيه وبتبدا بطوله افريقيا اللي بعدها، يعني العمليه متلاحقه وانت بتدوس على الكلام ده كله وبتنسى الكلام. بس انت يا كابتن انت برضه يعني ما ينفعش انك تعيش في الاحزان فتره. لا ما انا عشان كده بقول لك انت خد بالك، عشان كده الاهلي بيخطط يعني انا النهارده ممكن لاعب فاينل دوري واخش على فاينل كاس، ما ينفعش اقول انا كسبت الدوري الكاس ده. انا معاك، انا معاك في الحته دي، ان انت بتتكلم على فرقه برضو وراها جمهور ملايين وجمهور يعني عنده أمال كبيرة في النادي الأهلي إن أكيد بطولة إفريقيا بتوصل فيها للمرة الثانية وبتطلع وبتدوس على الكلام ده، وتاني يوم بيبقى عندك ماتش في الدوري مطالب إنك تكسب صح، والدوري العربية يعني أنت فاهم إزاي. فهي دي برضو يعني اللعيبة تشكر على المجهود الكبير اللي عملوه، الأجهزة اللي معاهم المسؤولين عنهم، مجلس الإدارة اللي قدر برضو يساعد اللعيبة، الدعم اللي حصل خلال فترة قليلة بان أثاره في الفترة دي. يعني ممكن فرق تانية بتعمل انتدابات أو دعم ما بيظهرش التأثير إلا بعد فترة كبيرة، انت الحمد لله الناس اللي جت تحس ان هم مولودين كلهم في النادي الاهلي. هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي بس صحيح. بس يعني كريم برضو عايز اقول حاجه بس عايز اخد حته من كابتن شقلة مهمه جدا يا كابتن اسلام. انت قلت في بدايه الحلقه ان احنا شهر 4 شهر مهم كضغط ماتشات بالظبط، واضيف على كده بقى التنوع في البطولات. ليه؟ ان كابتن مباراه نادي الزمالك في الدوري انت بعديها على طول هتلاعب سان داونز في ماتش الذهاب. اللعيبه لازم تبقى متحضره ذهنيا للشيفتنج او التنقل من بطوله لبطوله، لان اللعب في الدوري ليه اسلوب، اللعب في افريقيا ليه اسلوب، في بطوله عربيه ليه اسلوب. وهدي مثلا بسيط جدا، مين ده اللي يقول النادي الوسط طبعا مع كامل الاحترام طبعا لمستواهم الفني اللي قدموه قدام النادي الاهلي، لكن خلينا الاهلي مستحيل مستحيل النادي كان عنده غيابات. لكن هي الفكره في ايه؟ لعيبه النادي الاهلي ما كانش عندهم الشيفتنج زي النهارده. انا بطوله عربيه لازم العب باسلوب معين، ليه؟ لان هو اصلا ما علوش عندي غير الفيديو، يعني سان داونز النهارده مدرسه مختلفه مثلا طبعا. موسيماني النهارده لما يقعد يدرس النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هيجيب اخر
ماتشات نادي الاهلي سواء في الدوري او حتى في ماتش افريقيا وهيتفرج عليها. لكن نادي الزمالك هو عارف مش هيتفرج على فيديوهات. لعيب نادي الزمالك فاهمه طبيعه لعيب نادي الاهلي، فانت بتلعب الزمالك باسلوب لازم ما تلعبش بنفس اسلوب في افريقيا. لا، في افريقيا لازم اوزع حتى الجهد يا كابتن. يعني حتى انا اعتقد ان دي نقطه كان مستر مان ده بيتكلم عليها، ازاي اللعيب النهارده يوزع جهده. انا النهارده مثلا رايح العب في جنوب افريقيا لازم اشوف الملعب ده مساحته قد ايه، والنهارده انا جهدي امتى احط الجهد بتاعي يعني على 90 دقيقه بدل ما احطه في الشوط الاول. زي ما شفنا مشكلتنا في تنزانيا، احنا الشوط الاول مضيعين جهد كبير مننا اصلا في تناقض في وسط الملعب ما بنهاجمش. جينا الشوط الثاني وقعنا، حتى بعدين في الكونغو فيتا كلوب تحت اي مسمى استحاله اخسر الماتش ده، مستحيل. انا رحت كتير الشوط الثاني كنت افضل. بس هي الفكره كابتن اسلام التعامل الذهني للعيب مع ماتشات النادي الاهلي حاليا مع فرقه لاسارتي فرقه ممتازه وبيعمل الروتيشن بشكل مميز جدا، لكن في بعض النقاط لازم ناخد بالنا منها. ان احنا نلعب ماتش في الدوري ما ينفعش العب بنفس المنتاليتي ونفس العقليه في افريقيا، لا لازم اغير. لازم النهارده اللعيبه نفسها تبقى فاهمه ان لما العب ماتش او بره مصر امتى اوزع مجهود. وافتكر حتى كابتن اسلام فكرك انت بماتش اسك سيمي فاينل 2006 لما اتغلبنا 2-1، بس كنا احنا رايحين نجيب جون وفلافيو ساعتها اول ربع ساعه عملوا الاوفر. برافو بالظبط يا كابتن اسلام. وشوط تاني ضغطنا لكن طلعنا بالنتيجه. ضغطنا ايه ده، احنا كنا ممكن احنا ما ضغطناش، احنا اتبهدلنا. لا تعبنا جدا، تعبنا جدا، ده اللي اقدر اقوله. بالظبط بس اللي اقصده انت كنت في ال 45 دقيقه الاولى عملت اللي انت عايزه بالظبط، جبت الجون وحطيتهم تحت ضغط انهم عايزين اربع تجوان، وان انت كنت هنا كسبان 2-0. فبالتالي هو ده اللي الكابتن بيتكلم عليه، التارجت. ايه التارجت بتاعي؟ هو مش كل حاجه التارجت بتاعي ان انا اكسب. لا، ممكن النهارده اروح اقول لك في صن داونز انا هطلع 1-1، هطلع 1-1 وبالتالي اقول له تعالى لي في مصر انت اللي محتاج تهاجم. صح، لما انت هتهاجم انا على الهجمه المرتده زي صح. مثلا مستر مان مره عملها مع كازر تشيفز كاس سوبر كازر تشيفز الاستحواذ مع صن داونز بالظبط مع صن داونز صح 1-1. لا كازر تشيفز يا كابتن كازر تشيفز كان في رقم 1-1 ده نعم كان الاهلي ممكن يكسب 3-4. صح، تخيل يا كابتن الاستحواذ كلها كاونتر اتاك. ماتش كايزر تشيفز عصام الحضري لما جاب الجون من جون للجون الماتش ده كابتن تخيل الاستحواذ ده كان كام؟ 65% لكايزر تشيفز 85% للنادي الاهلي. الماتش خلص كام؟ 4-1 4-1 للنادي الاهلي. انا هنا حققت التارجت، ما حدش هيفتكر رقم الاستحواذ. لا لا، ما حدش فاكر. ما هو ده اللي كريم اللي انا بقوله، اللي هو ايه، انت بتلعب بره نعم ده الاهم. صحيح، مش انت ما تنتظرش انك تلعب العوده، لانك لو عملت العكس هو انت هو مضغوط. انت لما بتتعادل هناك 1-1 يا كابتن، صحيح، هو جاي لك هنا مضغوط عايز يلعب اوبن جيم خلاص. صحيح، فبالتالي خلاص هتقدر بالمهاره اللي موجوده عندك والسرعات اللي موجوده عندك ان انت تغير تحول كمان من طريقه لعبك. صحيح، يعني مش هتلعب على انك انت تلعب مثلا بنظام اللي هو الاندايركت اتاك، تلعب بقى تلعب بقى تباصي من لمسه ولعبه، لا هتلعب على الهجمه المرتده وتبقى انت مستريح. صحيح، قافل خطوطك الدفاعيه، قافل نص ملعب بتاعك كويس قوي، تعتمد على الكاونتر اتاك ويبقى الجيم سهل بالنسبه لك. صحيح، انما لو صعبته عليك هناك يا اسلام، لو صعبنا الجيم علينا هناك وطلعنا مثلا هناك مغلوبين 1-0 مستني بقى عشان تجيب جولين، صح، خد بالك الضغوطات النفسيه اللي عليك هتبقى عاليه جدا. فاهم؟ الاضافه الحاجه الثانيه انك الفرقه الافريقيه هم بيعتمدوا على السرعات، فبالتالي لما تفتح خطوطك هتبقى برضو معرض ان انت يتسجل فيك اهداف. وبعدين انت كل ما بتخش في افريقيا في ليفل، يعني دور الثمانيه بتلعب صن داونز، اللي بعديها هتلاقي فرقه كمان يعني حتى لو كانت قليله في 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 دوري في دور المجموعات هتبقى خلاص خدت الخبرات وعليت بشكل كبير وقربت بقى كمان. انت كريم قال حاجه مهمه جدا، الوداد كان من اضعف الفرق اللي قابلتها السنه اللي فاتت، صح، ومع ذلك خد البطوله. خد البطوله عشان هنا المباراه اللي كانت هنا مش اللي كانت هناك. صح، المباراه اللي هنا هي اللي اخذته البطوله هناك. صح، خليته هناك يلعب جيم. صحيح، بالنسبه له مستريح، انت عايز تهاجم، عايز تجيب اجوان، عايز تسجل، فبالتالي خلاص الامور بتاعتك. عايزين نقول لبلال برضو ان الجهاز الفني خد برضو خبرات من الفتره بتاع دوري المجموعات والاستراتيجيه بتاع دوري المجموعات. نعم، غير الادوار اللي جايه، الادوار اللي جايه ماتش هناك وهنا، غير المجموعات بيبقى لها برضو وضع تاني. نعم، انت بتحاول تجمع برضو نقاط. هنا لا، الهدف مختلف، في 90 دقيقه بس، ما عندكش لسه دوري رايح جاي، مجموعه يعني مجموعه دور اول ودور ثاني، انت بتتكلم على مباراه هناك ومباراه هنا. خلاص، صح، قصه. وبعدين برضو اعتقد يعني الجهاز الفني خد حقه في انه بص على معظم اللعيبه الموجوده ويقف على العناصر اللي تقدر تخدمه في الهدف اللي هو عايزه، سواء المباراه خارج مصر او داخل. كان لسه في الاول مش عارف بعض اللعيبه، اكيد لسه لعيبه جايه من اصابات ما شافهاش. هو بيسمع من طبعا كابتن محمد يوسف او من الجهاز المعاون، انما هو كان لازم يشوف بنفسه
هو حاطط في بلال مثلا امال في حته معينه، ملاعب بلال مثلا احسن مما توقع او يعني اقل شويه في الناحيه، مثلا لو بيلعب بره مثلا الحته الدفاعيه. يعني هو عايز اقول ان هو حط ايده على دلوقتي اللعيبه كلها، مستويات اللعيبه كلها، امكانيات اللعيبه اللي تلعب في القاهره او خارج القاهره، خد من دوري المجموعات خبرات لافريقيا ممكن تساعده ان شاء الله في اللي جاي يعني. يا كابتن، وبعدين كمان هو بس الحته المهمه جدا ازاي العب بره افريقيا. يعني خد بالك مستر سارتي برده جديد على البطولات الافريقيه، عشان كده انا بقول لك جديد، فده معناه ايه؟ ان خد بالك يعني المباراه اللي فاتت اللي هي اللي قبل اللي فاتت دي على طول، خد بالك احنا كان ممكن الجيم يمشي بشكل مختلف شويه، لكن خد بالك انت درجه الحراره ليها عامل مهم جدا. صحيح يا اسلام. نعم. درجه الحراره بره ليها عامل مهم جدا. طبعا. جدا في حتى في التشكيل وفي التغييرات وفي كل حاجه، انت فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا زي ما قال كريم كده، توزع المجهود والتغييرات امتى غير وهغير مين، فاهم قصدي؟ ممكن اغير تغييره تقفل الجيم خالص واخرج باللي انا عايزه. وممكن العب من بدايه واغير تغييره تفتح الجيم عشان انا عندي هدف تاني مختلف. صحيح. فحته برضو النفس بتاع اللعيب طبعا هيستمر هيلعب لحد دقيقه كام. يعني انا مثلا ماكسيمم اللعيبه اللي بتتعب بسرعه ممكن في دي لياقه بدنيه ودي امكانيات فرديه، يعني في واحد مجهوده عالي جدا في واحد مجهوده قليل. صح. يبقى انا اعمل حسابي ان انا مثلا فلان اللعيب الفلاني عنده لحد 70 دقيقه. اكد على كلام كابتن بلال، ماتش فيتا كلوب لما حتى دخل فينا الجون بعد الدقيقه، احنا الدقيقه من ساعه ما الهدف جه لغايه الحكم حسب 4 دقايق وقت مضيع او 3، احنا ما عملناش ولا هجمه. ليه؟ صح. لا مش عشان احنا ضعف، لا عشان ما بقاش قادرين. صح. خلاص الجهد البدني عندك الخبرات بقى بتيجي من هنا ان نعم. ممكن المدرب يغير تفكيره يقول لا نعم. انا خلاص كنت عايز اكسب بس ما اخسرش في الفتره دي. صحيح. اقدر اعمل تغيير او اقدر اغير من يعني من جوه الملعب بلاش حتى من بره، لو انا غيرت التغييرات كلها ان انا ازاي اغير من جوه بحيث ان انا بقى ايه ما تغلبش غير الهدف. احنا يعني. كمان هنلاعب واحد من ابرز المدربين الفنيين في القاره السمراء بكاع ميتسو موسيماني، ده ماسك سان داونز من 2012 وهو طبعا اللي خد بيهم كاس دوري الابطال. صح. 2016 من الزمالك، مدرب محنك بشكل كبير جدا طبعا، وكان ماسك جنوب افريقيا من 2009 لغايه 2011 قبل ما يروح سان داونز، وبالتالي هو خبير جدا. والفرقه دي بتلعب يعني المدير الفني ده ماسك الفرقه دي بقاله 7 سنين يا كابتن اسلام، فبالتالي هو بالظبط زي ايه مانويل جوزيه بتاعهم، الراجل ده قاعد بقاله سنين كتيره، فاهم اللعيبه، عارف ازاي طبعا يتعامل معاهم. وطبعا لما نيجي نتكلم بقى عليهم معاهم طبعا مشامبي اللي كان بيلعب فيه ان شاء الله قبل المباراه القادمه. نعم. ان شاء الله لسان داونز هنتكلم كتير عن أكيد. لقاءات سان داونز. انا عارف ان انتوا النهارده يعني ما خدتوش حقكم شويه في الفنيات، ولكن عارف هتبقوا مبسوطين لما تعرفوا ان احنا دلوقتي لازم نطلع علشان نختار. نعم. تمام. 20 تيشيرت ودي تفرحنا، دي حاجه مهمه طبعا. بالظبط كده. 20 تيشيرت هنوزعهم مش دلوقتي، لكن هنختار او هنشوف الاسماء. كل واحد من حضراتكم كده هيجي برضو يقول بس هو كده، لان هو هو ده هو ده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. حاضر يا سمير. حاضر. راح. طيب زي ما قلت لحضراتكم هم كانوا 10 تيشيرتات لمن يتوقع بشكل صحيح من هو الطرف الثاني لمباراه النادي الاهلي وفي دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. لما لقينا ان حضراتكم وصلتوا تقريبا ل 62800 تعليق، كبير قوي العدد ما شاء الله، يعني 62800 تعليق، قررت اداره النادي الاهلي ان احنا نبقى 20 تيشيرت. وازاي بقى؟ دي خدمه 5 نجوم يا جماعه. طبعا عارفين ايه خدمه 5 نجوم؟ طبعا الضعف على طول كده. يعني زميلنا احمد رشاد الحقيقه المجتهد دائما، احمد رشاد لما هنقول ال 20 اسم هيتواصل مع 20 اسم يساله انت لارج ولا ميديوم ولا خبره. على فكره بجد طبعا هيتواصل معاه، والتيشيرتات هتيجي على مقاس اللي هو عايزه كمان. صحيح. يعني ممكن يكون اب مثلا عايز يديها لابنه ولا حاجه. صحيح. 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 فيعني خدمه 5 نجوم لحضراتكم، لان انتوا الاساس في كل شيء الحقيقه. دائما وابدا جمهور النادي الاهلي واقف ورا فريقه، واقف ورا ناديه، واقف ورا قناته، فبالتالي احنا بنحاول على قد ما نقدر وعلى قد اللي معانا ان احنا نقول لحضراتكم قد ايه احنا بنحاول نعمل اي حاجه عشان خاطر حضراتكم تبقوا دايما واقفين في ظهر النادي الاهلي كالعاده. يعني احنا ما بنعملش حاجه زياده ولا بنمن ولا حاجه، ده الطبيعي بالمناسبه. يعني ان النهارده الحقيقه اليوم كان بالنسبه لي حلو وكل حاجه، ولكن في لف كتير قوي وانا اليوم كان حلو جدا لغايه اخره لما الناس قعدت تقول لي مبروك دوري واصل احنا متشائمين من سان داونز. لا لسه بدري جدا على الكلام ده واتكلمنا كتير، والحقيقه الكباتن شرحوا لحضراتكم بشكل تحليلي و توصيف قد ايه الكلام اللي قالوه لو كابتن محمد حشيش وكابتن بلال وكريم الحقيقه الثلاثه وهم بيتكلموا، اللي هيسمع كلام الثلاثه هيفهم قد ايه ان الموضوع لسه بدري جدا جدا جدا، ولكن
زي ما الكابتن حشيش قال هو مش انجاز ولكنه جهد مشكورين عليه الحقيقه لعيبه النادي الاهلي. هنطلع فاصل برضو. واحد من اللاعبين المميزين جدا الحقيقه في هذه الفتره، مش هذه الفتره الحقيقه، منذ قدومه للنادي الاهلي النجم الكبير علي معلول. نطلع نشوف تقرير عن علي معلول، وبعد كده بقى هنقول لحضراتكم على العشرين اسم ازاي، هتشوفوا بقى حضراتكم هنوريكم ازاي بعد هذا التقرير. يقولون إن الموهبة وحدها لا تكفي، بل تحتاج لعوامل أخرى من أجل النجاح. مع علي معلول تلاقت الموهبة مع كل العوامل الممكنة من أجل نجاحه، ليحجز لنفسه مكانة كبيرة في قلوب عشاق الأهلي لما يقدمه من مستوى فني راق جدا مع الفريق الأول لكرة القدم على مدار المواسم السابقة. الأهلي وجد ضالته التي بحث عنها طويلة بعدما أثبت الدولي التونسي أن مركز الظهير الأيسر يمكن أن يكون أهم مركز في المستطيل الأخضر لما يقدمه من هدايا لزملائه داخل الملعب، حيث أنه وضع بصمته على 16 هدفا سجلهم المارد الأحمر في الموسم الجاري عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، ليفقد الأهلي واحدا من أهم عناصره حتى تماثله للشفاء بداية العام الجاري، ليعود موزع الهدايا مسجلا 5 أهداف وصانعا 11 هدفا آخر لزملائه بالفريق. معلول الذي انضم للأهلي في الانتقالات الصيفية موسم 2016 قادما من صفوف الصفاقس التونسي ليشارك مع المارد الأحمر في 87 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 29 هدف، ليحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ القلعة الحمراء كلاعب وإنسان شعرت الجماهير أنه تربى داخل جدران النادي رغم أنه تونسي الأرض والميلاد.